dream. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night, and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with the blue little window and a blue corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. أني أحسن الارتباط ولا السنجلة؟ الإيه؟ الارتباط ولا السنجلة؟ أني أفضل؟ ده في حاجات حلوة وده في حاجات حلوة. هي دي ليها مميزاتها ودي ليها مميزاتها. لا السنجلة طبعاً. سنجلة. السنجلة. ما تخناش بقى نقول كلام مش هيعجب خالص. لا عايز تتكلم ليه يا ولد؟ مش عايز تتكلم ليه؟ اتكلم عمي. الارتباط ولا السنجلة؟ يعني الاتنين زي بعض يعني. شكرا. الارتباط ولا السنجلة؟ السنجلة حاجة والارتباط دي حاجة تانية، يعني كل حاجة ليها وقتها. الارتباط ولا السنجلة؟ انت مزاجك بقى. لا مزاجك انت مزاجك فيه. الارتباط ولا السنجلة؟ السنجلة اكيد. ليه؟ لا ارتباط وجع قلب ومجهود وفلوس وظهر ويعني صعب. لا مش قادرة والله، تعبان، معايا شغل ومعايا امي يعني مشاكل، ومصر يعني مصر برضو مش مساعدة عيا. واكيد حضرتك عارف حكاية السمكة وحكاية زغرتي يا منحرفة. الارتباط ولا السنجلة؟ لا الارتباط طبعا. ليه؟ مش الارتباط ولا السنجلة؟ لا طبعا الارتباط. ليه؟ وجوده في الحياة بيبقى استقرار، ترابط، محبة كده. مبقاش في مشاكل؟ طبعا مشاكل كتير. الارتباط ولا السنجلة؟ عايشة حالة حب معاك واخداني الارتباط بما اني مخطوبة، مش هينفع اقول غير كده. انت حلوة بالنسبة لك الارتباط في ايه؟ اسمع كلامي وصدقه، انت اللي روحي بتعشقه. حد بشاركه بقى اهتماماتي وبشاركه اهتماماته كده يعني الحال. متأكدة؟ لوحدك؟ متأكدة.